احنا بقالنا سنه مع منتخب اليد، وصراحه هم رفعوا راسنا جدا، واظن هم فرحوا مصر كلها. بالنسبه لنا احنا من سنه لما ابتدينا الرحله مع منتخب اليد، احنا كنا مؤمنين جدا بقدرات الفريق ده. شفنا من قبل كده قد ايه هم عندهم طاقه وكاليبر يقدروا يوصلوا مصر للانجاز اللي هم وصلوه، وده السبب ان احنا كنا مؤمنين جدا بيهم. وطبعا بعد ما فرحوا مصر كلها، احنا مستنيين يفرحونا تاني، ومستنيين اولمبياد باريس في الصيف ان شاء الله. احنا بالفعل جددنا الشراكه مع منتخب كره اليد. اهم حاجه ان الشركات والمؤسسات تدعم الرياضات اللي بجد في مصر فيها كاليبرز زي اللي احنا شفناه. مستوى الفريق قوي جدا، وده بيبين قد ايه الفريق والجهاز الفني كله على قلب رجل واحد. واحنا شايفين ان ده دور المؤسسات والشركات، الرياضات اللي مش تحت السبوت لايت نبتدي نديها دعم اكتر من جموع الشعب المصري. كرة القدم هي اساس متعة كل المصريين وكل بيت في مصر، بس بجد لما بنشوف المستوى كرة اليد وصلت له، ده شيء يشرفنا كلنا ولازم كلنا نقف وراهم. فنحب ان مصر كلها تبقى شايفه ان ده الستاندرد ان احنا نقدر نوصل له، وان مصر ممكن يبقى فيها محمد صلاح في كل الرياضات. ليها دعوه بالعزيمه، وليها دعوه بالاراده والمجهود اللي بيتحط وبيبذلوه.